علمته الهاك كل يوم فلما اشتد ساعده هكاني، وكم علمته مسح البورتات فلما مسح بورتا اذاني. وعجبي ايه الشقاوة الموجودة في عالم المعلوماتية دي. عاوزين دلوقتي احنا خدميين جدا في الفقرة دي، عاوزين نستفيد لصالح حياتنا مش تكنولوجي من اجل تكنولوجي. تلفزيونات LED او LED اللي تمنها 18 و20 الف ليه كده، والLCD والبلازما لما رخصت بقى فيه تكنولوجيا اخرى. ضيفي هو احمد حسام، خبير في انترنت يوزر اكسبيرينس، او ان احنا ازاي ان احنا ادوات التكنولوجيا نعرف ان احنا نستفيد منها وان هي كمان ما تبهدلناش في المصاريف وفي الازمات والحاجات زي دي. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك يا احمد. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. افتكاسه اخبارها معاك ايه الافتكاسه؟ تمام زي الفل. ماشي زي الفل. ال LED تلفزيونات LED، ايه الفرق بينها وبين ال LCD والبلازما الثلاثه مع بعض كده؟ تمام. هو دلوقتي احنا عندنا الثلاث انواع، البلازما، عندنا ال LCD، وعندنا ال LED. LCD هي اكتر انتشارا، ودي اللي مستخدمه عند شاشات الكمبيوتر، يعني معظم اغلب شاشات الكمبيوتر بتلاقيها LCD. البلازما والLCD موجودين برضو في التيفيز او التلفزيونات، بتلاقيها في الاحجام الكبيره، بتلاقي في بلازما وفي LCD. وابتدى يخش دلوقتي نوع جديد اسمه LED، ده موجود برضو كشاشات كمبيوتر صغيره ولابتوبس وكده، وموجود كتلفزيونات. الفروقات بينها ايه واشتري ايه امتى وليه ما استخدمش دي وليه استخدم دي، نبتديهم واحده واحده. طب تحب نبدا فيديو ولا تحليل ورق؟ هنبدا الاول نقول دقيقه كده نشرح LCD وبعدين نتفرج على الفيديو. يلا. اول حاجه LCD ده عباره عن ايه؟ LCD اختصار حاجه اسمها ليكويد كريستال ديسبلاي، بلورات كريستال سائله. دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن كريستالات. الكريستالات دي عباره عن سوائل لما بيمر فيها تيار كهربائي بتتحول لصلب. الحكايه دي احنا بنبين كده هنا عندنا الضوء بيمر من نوع فلتر ده عامل زي الشيش كده بيدخل الضوء في اتجاه معين. الشاشات المسطحه الجديده اللي هي LCD ده. كل اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي شاشات مسطحه. LCD. LCD مش LCD، في LCD، في بلازما، في LED. التكنولوجيات اللي بنتكلم عليها الشاشات المسطحه دي دلوقتي اول نوع اللي هو LCD. LCD ده عباره عن ايه؟ عندنا ضوء بيمر من خلال فلتر ده عامل زي الشيش. حلو. في اتجاه بيدخل الضوء في اتجاه واحد، وبعدين البلورات السائله دي وهي ما فيش كهرباء بتمر فيها عامله زي الحلزون سبايرال كده لفه، فبتدخل الضوء افقي وبعدين يبتدي يلف مع الحلزون ده ويخرج راسي، ففي الضوء بيطلع من الناحيه الثانيه، في شيش ثاني الناحيه الثانيه اللي هو موجود تحت ده راسي، فبيطلع الضوء ده وما فيش تيار كهربائي مرر فيها. لما بيمر تيار كهربائي ده معناه ايه؟ بس عشان ما ندخلش برضو في الامور الملعبكه كده، الفرق بين الشاشه المسطحه LCD والتلفزيونات القديمه، هنا ايه الفرق بينهم بقى؟ فهمت. القديم خالص ده حاجه اسمها CRT. كاثود راي تيوب. دي عباره عن مسدس الكترونات بتضرب شاشه فوسفور وبتطلع اضاءه. طيب. دي تكنولوجيا مختلفه تماما. بعيدا ان احنا بس ندخل في المعمل بتاعك اللطيف قوي ده طبعا والعلمي قوي، لكن عاوز اعرف منك الفرق بينهم ايه في المشاهده هنا، هو بين المسطح والتلفزيونات العاديه القديمه. الاضاءه في التلفزيونات القديمه وقوه الاضاءه لا احسن بكتير جدا في القديمه. البلازما زي القديم، الاضاءه والالوان والاضاءه بتاعتها كويسه برضه. الفرق بقى في القديم ان هو كان بيحصل فيه فليكرينج. CRT دي فيها فليكرينج شويه لان هو عباره عن مسدس بيضرب شعاع رايح جاي كده ويرجع تاني يطلع فوق. فبيحصل خفتان في الشاشه. معنى كلامك ان يعني التلفزيون بتاع زمان افضل من LCD؟ لا، امال انت بتقول الاضاءه احسن. انا هقول لك بالظبط ايه اللي بحب دايما ايه اشاكس، انت فاهم يعني. لا القديم كان احسن في الالوان، يعني البلازما هو الحاجه الوحيده اللي بتنافس التلفزيونات القديمه. LCD الالوان بتاعته اقل شويه ولدرجه السواد بتاعه مختلف، وهنقول ليه دلوقتي. طب خلينا نكمل حته LCD عشان الناس تبقى فاهمه ونخش على الفيديو نتفرج عليه. زي ما قلت هو في فلتر، الفلتر ده عباره عن شيش افقي بيخش منه الاضاءه بتلف في شكل حلزوني وتطلع راسي من الناحيه الثانيه. لما بيمر تيار كهربائي البلورات السائله اللي في النص دي بتبتدي تتشتت اشكالها عشان المجال المغناطيسي، فبتمنع الضوء. تمام. فما بيخرجش من الناحيه الثانيه. تعالوا نشوف ده الفيديو بيشرح بقى مع بعض الفيديو بس عشان ايه احنا كمشاهد عادي نعرف ان ايه المميزات. الفيديو معانا على الشاشه دلوقتي على طول وحلل لنا احمد، اتفضل. تمام. احنا عندنا الشاشه دي شاشه LCD طبيعيه، هنبتدي نفككها ونشوف من جوه التكنولوجيا LCD دي عباره عن ايه. عباره عن زي ما احنا شايفين فلتر، وفي دي البلورات السائله اللي جوه. البلورات السائله دي موجوده ما بين الاثنين فلتر، واحد افقي وواحد راسي زي ما احنا هنشوف. ده افقي اهو، لما يبتدي هيلفوها، هنشوف دلوقتي عشان نشوف هي افق ازاي وراسي ازاي. البلورات دي موجوده طبقه رقيقه جدا. تمام. جزء من المليمتر اهي زي ما باينه قدامنا على الشاشه. راسي وافقي، والضوء لما بيخش بيلف مع البلورات السائله دي. هنشوف دلوقتي الضوء وهو بيدخل بيلف بيخش من الاتجاه الراسي
ويلف مع البلورات يخرج بشكل افقي من الناحيه الثانيه. ده اي شاشه مسطحه؟ اي شاشه ال سي دي مسطحه. اه زي ما احنا شايفين الضوء ده داخل من جميع الاتجاهات بيخش. طيب. بشكل معين. طيب اهو بيلف معانا بقى مع البلورات السائله. طيب. دلوقتي واحنا بنشرح كده بس عشان الامور التقنيه ما ندخلش قوي، انا احب المشاهد يبقى معايا ما يعني ما يروحش مني. الفرق بين ال سي دي والليد هنا وتكنولوجيا ال اي دي في ايه؟ ولا حاجه غير الاضاءه الخلفيه. الاضاءه الخلفيه هنتكلم دلوقتي ايه الاضاءه الخلفيه بس عشان. طيب. المشاهد والفرق بين ال سي دي والبلازما ايه؟ اه لا ده اختلاف كبير بقى. قولي. هنخش على البلازما دلوقتي بس يعني خلينا نركز مع الفيديو على ال طيب على بس بس عشان الناس تفهم. حاول ما تدخليش قوي في الامور التقنيه زياده عن اللزوم شويه. لا الموضوع يعني بسيط، الموضوع بسيط جدا. طيب. يعني زي ما احنا شايفين هنا دلوقتي بيوري الكهرباء مره او مش بتمر، لما الكهرباء بتمر بتشتت الكريستالات اللي جوه فده بيمنع الاضاءه ان هي تعدي ما بتخرجش من الناحيه الثانيه اللي هي داخله افقي ما بتخرجش راسي خالص الناحيه الثانيه. كل الشاشات ال سي دي فيها اضاءه خلفيه. يعني ايه؟ انا عندي مصدر ضوء خلفي. مصدر الضوء في ال سي دي ده عباره عن انابيب فلورسنت رفيعه. طيب احمد باقي دقيقه على الفقره، انا مش عاوز ادخل في الامور اللي هي. طيب. ايه ما تهمش المشاهد ارجوك ادخل لان باقي دقيقه واحده على الفقره. طب البلازما عباره عن ايه بقى؟ نخش على البلازما. البلازما الفرق بينها وبين ال سي دي ان هي عباره عن حجرات بسيطه جدا. الحجرات دي عباره عن فيها غاز، والغاز ده بيجي فيه كهرباء يبتدي يطلع الكترونات. طيب. تنور. زي الشاشات القديمه ال سي ار تي فوسفور بينور ويجي عليه الضوء. طب بعيدا عن الامور التقنيه دي مش عاوز، انا عاوز ايه الفرق بين ليا كمستهلك بين ال اي دي والبلازما؟ طب نقارن بينهم الثلاثه. على ثلاثه اديني مقارنه كده. طيب. سريعه. لو انا بتكلم في احجام صغيره يعني اقل من 47 بوصه. ايوه. يبقى خليني في ال سي دي. يعني ايه؟ شاشات الكمبيوتر وشاشات التلفزيون الصغيره. الاحجام الصغيره ما فيش منها بلازما اصلا. البلازما بتبتدي من 50 بوصه فيما فوق. الاضاءه في حاجه اسمها كونتراست ريشيو اللي هي فرق بين الابيض والاسود اقل في الشاشات ال سي دي، بس ال سي دي ما بيتحرقش عليها الضوء، البلازما بيتحرق عليها. يعني ايه؟ لو سبت صوره ثابته على البلازما الصوره الثابته دي بتفضل محروقه، ساعات لما نطفي الشاشه تلاقي الصوره لسه موجوده على الشاشه لو في لوجو او في اي حاجه موجود. ده بيحصل في البلازما. فانا لو عندي شاشه هستخدمها في شاشات. أيوة. مش فيديو، مش موشن سريع، يبقى ما استخدمش بلازما، استخدم ال سي دي لان البلازما هتتحرق. لو انا هستخدم الشاشه دي في اضاءه عاليه، مكان في شبابيك مفتوحه في اضاءه عاليه. أيوة. ما استخدمش البلازما لان البلازما الشاشه بتاعتها ازاز. حلو. ال سي دي الشاشه بتاعتها بلاستيك. حلو. البلاستيك ما بيعكسش الضوء، فممكن استخدمها في الاضاءه العاليه. حلو. مفيش انعكاس. البلازما. حلو. لازم استخدمها في اضاءه غامقه، يعني اطفي الانوار زي السينما كده، اطفي الانوار وما يبقاش في اضاءه فابتدي اشوف شاشات البلازما كويس. لو انا بتفرج على برامج رياضيه يعني فيها سرعات عاليه يبقى البلازما احسن. ال سي دي في السرعات العاليه بيحصل تشوش بسيط جدا ويبقى فيها بليرنج او زغلله بسيطه جدا في الصوره نفسها. هو ده الكلام اللي انا عاوزه. تمام. الليد بقى وفي نوعين من الليد. ثلاث انواع. ثلاث انواع من الليد. ثلاث انواع من الليد. اه. طب الناس عشان بس ما تبقاش فاهمه غلط، الليد هو ال سي دي، ما هياش تكنولوجيا جديده. الشاشات الليد هي عباره عن شاشه ال سي دي طبيعيه، الاختلاف في الاضاءه الخلفيه. كل الشاشه ال سي دي فيها ضوء من ورا بينور الشاشه دي. وده الفرق بينها وبين البلازما، ان البلازما مفيش ضوء من ورا، فعشان كده شده الكونتراست او الفرق بين الابيض والاسود في البلازما احسن، لان لما بيكون اسود بيطفي الانوار تماما مفيش ضوء. الليد والال سي دي كده كده في ضوء بينور فبيبقى الكونتراست مختلف شويه. طيب ال اي دي الاضاءه الخلفيه عباره عن ليدات. الليدات دي عباره عن ايه؟ اللي هي ممكن نشوفها في الصوره هنا عشان الناس تبقى فاهمه معانا ايه هو الصور والتفاعليه ارجوك. ده كلنا بنشوفها في الكمبيوترات، اللمض الصغيره المنوره اللي هي الازرق والاحمر والاصفر دي اسمها ليد. دي نوع من الاضاءه بتوفر في الطاقه الكهربائيه بشكل رهيب جدا وشده السطوع بتاعها عالي جدا، فابتدوا يبدلوا الشاشه الفلورسنت اللمض الفلورسنت اللي في ال سي دي العادي يحطوا الليد ورا لانها بتوفر في استهلاك الطاقه والاضاءه بتاعتها احسن بكتير جدا. ليه ثلاث انواع عشان وقت خلص؟ ليه ثلاث انواع؟ آه. عندنا نوع كل ظهر الشاشه كله ال اي دي، وفي نوع الحرف الشاشه ال اي دي، وفي النوع الثالث بدل ما هي ال اي دي ابيض بينور ضوء ابيض عندنا احمر وازرق واخضر فبيطلع انواع الاضاءه والالوان احسن بكتير جدا. دول الثلاث انواع المختلفه. المنتشر هو الحرف الليد اللي في الحرف لان ده بيخلي الشاشه رفيعه قوي. ليه 28000 جنيه؟ لان هي الليد نفسها اغلى بكتير جدا من الفلورسنت. تنصحنا بشراء ال اي دي ولا نستنى شويه لان السعر مرتفع جدا لهذه التلفزيونات؟ نشتريها لو شاشات صغيره لابتوبس، انما في التلفزيونات ال سي دي احسن. احمد حسام شكرا جزيلا نورتني. اليوزر اكسبيرينس ده مهم جدا هنكون معاكم عشان نعرف احنا نشتري ايه ما نشتريش ايه، وفي نفس الوقت نفهم التكنولوجيا كيف تسير. شكرا جزيلا احمد حسام. مشاهدينا افتكاسه كانت في اول حلقه معاكم، اتمنى ان نكون يعني الافكار جديده وتكون عجبتكم. خلونا نتفاعل دائما. انا بشكر كل فريق عمل نهارك سعيد وكل اللي ساعدونا ان الفقره تطلع بهذا الشكل. هنروح لفاصل وبعد الفاصل
فاصل يعني الزملاء بقى يختتموا حلقة نهاركم سعيد. أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله.